خلاص يا جماعه هنبني بالطوب الاحمر، مفيش حل، ما عندناش غيره يعني. طب ما دام كده تعالوا بقى اوريكم ازاي الناس بتبني بالطوب الاحمر. ده جامع موجود في بنجلاديش. الجامع ده خد جايزة الأغاخان سنة 2016، وده لأن المعمارية اللي صممته جمعت بين التصميم المتميز والتكلفة القليلة. فهنلاقيها مثلا بنت الجامع كله من الطوب الأحمر، وبدأت ترص الطوب بزاوية معينة بحيث يدخل إضاءة وكمان يعمل تهوية طبيعية جوه الجامع. ومش بس كده، لأ دي كمان لعبت بالتشكيل عن طريق إنها عملت قاعة الصلاة مربعة جوه شكل دائري، والفراغات اللي اتكونت بين المربع والدايرة دخلت إضاءة غير مباشرة لقاعة الصلاة ونورتها بالكامل وقت النهار، وفي نفس الوقت عملت حالة روحانية جوه المكان. كمان عملت فتحات صغيرة في السقف الخرسانة بحيث تعمل تأثير إضاءة وتحسس أي حد جوه كأنها نجوم منورة في السقف، ده غير تأثيرها على الأرض. حتى المحراب صممته على شكل خط مفرغ في حائط القبلة كأنه خط نور نازل من السماء. من الآخر، المشكلة عمرها ما كانت هنبني بإيه، الفكرة دايما في الطريقة نفسها اللي بنفكر بيها في التصميم علشان نطلع حاجة متميزة.